لا الا ما اعتمد، محدش ياخد ما اعتمد مني، ما اعتمد ده حياتي مستقبلي يا عم فايق. طب انا ممكن اقوم بكل مهام، اعتبرني انا هو كذاب. ما تقدرش تعمل حاجه، هز ديلك اهو. هو ما عندوش ديل وبيهز يا استاذ. ما تشوفي خالك بقى اشجان، خليه يفتح باب الاوضه عشان ناخد الكلب تحت، والله اكسره. خالو احنا لو سيبنا معتمد هنروح في داهيه. انا اللي هروح في داهيه من غير معتمد؟ ما اقدرش اعيش من غير معتمد. يا خالو لو سيبنا معتمد هنروح في داهيه. انت نصابه، كلكم نصابين وكذابين، انما انت معتمد انت اللي فيهم. حسام انا عايزك تفرخ، تزقط، تاخد اجازه. النهارده عيد، مصر اليوم في عيد. والنهارده كام في الشهر يا فندم؟ النهارده قدرت اتوصل لخطه للوصول للاولاد اللي مكبدانا خسائر ماديه وجسديه ونفسيه وداخليه. يا مسهل الحال يا رب، اتحفني يا فندم. اتفضل اسمع افهم شوف وتعلم، اسمع واتكلم. منك نستفيد يا امهر باشا، يعني حضرتك مدرسه. شكرا شكرا. احنا نقول ان الوزاره عامله مثلا طنبله. طنبله مسابقه، مسابقه وهنطرحها في الجرائد صوره الكلب، ونقول اي حد يا ولده يعرف طريق الكلب ده يدلنا في نظير ايه بقى. نظير ايه؟ جوائز، جوائز عينيه. ايه هي الجائزه او مجموعه الجوائز دي كلها؟ ايه يا فندم وحضرتك عامل لنا المسابقة؟ لا فكر معايا. مش عارف حضرتك يا فندم. أنا بفكر مثلا ترابيزات بينج، عجل، رحلات حج وعمرة، ثلاجات، غسالات، بوتاجازات، بلاي ستيشن ياكل ولا لا؟ لا احنا نديهم جنيهات ذهب يا عم. لا كده هنكبد الوزارة خسائر لا حصر لها. يا كده كده الوزارة غرمانة غرمانة. هي ايه الوزارة غرمانة غرمانة يا فندم؟ ما تحترم نفسك. احترم نفسك يا فندم ونقي الفاظك. امهر باشا انا اسف. جرايح خاع. اصل هي مش مسابقه مع يعني مع طارق علام حضرتك. يا غوصه اللي طارق علام كمان. يا فندم اسمعني بس، حضرتك احنا لو عملنا اعلان في الجريده عن الكلب، التنظيم العصابي هياخد حذره وهيخفوا الكلب. صح صح يا حسام، ومش بعيد يجمعوا الكوبونات وياخدوا هما الجوائز. اديك بتقول اهو نصابين يا فندم، نتوقع منهم اي حاجه. يعني دي اول حاجه، ده غير ان حضرتك هتتحول للتحقيق عشان هتكبد خزانه الوزاره مكافئات فاصوليا. صح. غسالات فاصوليا، ترابيزات بينج فاصوليا، لابتوبات فاصوليا، الدنيا فاصوليا. يا الله انت هتبكتني عشان قلت لك حاجه غلط؟ هتبكتني يا حسام ولا ايه؟ انا اسف. ما كانتش فكره قلتها يا اخي. معلش في يا حسام، انت سيب نفسك ولا ايه؟ اصل هي حضرتك يعني مش محتاجه تفهم. خليك في حجمك يا فندم. يا حسام ما خلاص يا امهر باشا، انا اسف يا فندم. اهو انت تحت التمرين هنا. انا يا فندم قاعد زي الكرسي اللي انا عليه، مفيش حاجه. اللي هيقرب لي هشرمه بالسكينه دي. يا عم فايق فوق هتكلبشنا كلنا. يا خالو طب نزل السكينه دي، واحنا مش هناخد معتمد. انت كذابه لاير. وهي اشجان برضو تقدر تعمل حاجه في معتمد، دول رادعين على بعض. رادعين على بعض؟ اه. ازاي يعني؟ هو بقه وهي بقه؟ بالظبط. شوف هتتعامل ازاي. دي بقت شبه البزازه بالظبط. رد على التليفون. ازاي يا فندم؟ انا تحت التمرين، ما ينفعش ما يصحش. لا مفيش مشكله، انا بدي فرص للشباب. لا يا فندم يعني وحضرتك قاعد يعني. رد يا حسام على التليفون. والله يا فندم خلاص بقى يا حسام. الله احنا هنقعد طول الليل. رد لا ما ردش، رد لا ما ردش. يلا اسف. الو ايوه معاك النقيب حسام حبيبي. في ايه يا حسام؟ في ايه يا حسام يا بابا؟ في ايه بابا؟ رد عليا. في ايه حسام؟ ثانيه واحده امهر بقى افهم في ايه يا فندم. اقول لحضرتك ثانيه واحده. ثانيه واحده. بتقول ايه يا ابني؟ ايه؟ القوات تجهز، احنا جايين حالا. خير يا حسام؟ في يا بابا؟ حسام وغشتني. الاخبارات اللي سبناها في الاقسام جابت نتيجه يا امهر باشا. جات لهم اشاره في اسم العجوزه بنفس مواصفات الكلب اللي احنا بندور عليه، بيقولوا عايش مع راجل كبير في السن والبيت بيتردد عليه ناس شكلها مريب جدا. الحمد لله. الحمد لله. اتصل بيهم وقول لهم القوات تجهز. يا فندم انا قلت لهم القوات تجهز، حضرتك ما سمعتش ولا ايه؟ مين؟ قلت لهم القوات تجهز. انت قلت لهم؟ ايوه يا فندم. من غير ما اقول لك؟ يا فندم حضرتك قلت واحد بقى يعني. واحد ايه يا فندم؟ انت اتجننت ولا ايه؟ يا امهر باشا. جرايح حسام. انا قلت واحد. جرايح حسام. يا فندم حضرتك قلت انت هتتعدى اختصاصك يا حسام. يا فندم حضرتك انت تحت التمرين. انا اسف. انت نكره. انا اسف. انت يماعه. انا اسف. احترم نفسك. انا يماعه. احترم نفسك. حقك على ايه؟ احترم نفسك. طب يا امهر باشا احنا هنبات هنا، البوكس دايق تحت. يلا يلا. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل. اها
مش قلت لك يا حسام ان احنا هنلاقي الجاني؟ يا فندم حضرتك انا اللي عامل الاخباريه. اه صحيح، بس انت ما عندكش احساس الضابط. ازاي يا فندم حضرتك؟ مش انا ضابط؟ انت لا ضابط لا اتنين عور. قسما بالله يا قمر باشا هاخد القوات وارجع تاني. ما تفكر كده يا حسام، احنا داخلين على التحالف. اتفضل يا قمر باشا، اتفضل يا فندم. والله وقعتوا في ايدي يا شويه نصابين.